السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس جديد من الكورس ديال الاتش ام ال. فالدرس غادي يكون عبارة عن تمارين كيجمع كاع داكشي اللي تعلمنا في الدروس السابقة، والتمارين ديالنا اليوم غادي نخليه لكم في الديسكريبشن، يعني نخليه لكم في الوصف، وانني كنتمنى انكم تخدموه بوحدكم عاد ديك الساعه تفرج في الفيديو. يعني كنتمنى تخدموه بوحدكم، حيت الا بقيتي كتفرج فيا وما خدمتيش بوحدك ما غتستافد والو للاسف. التمرين ديالنا شنو كيقول؟ قال لك انشئ عنوان مائل يحتوي على this is my form، ثم انشئ خط يفصل بين العنوان والفورم. يعني غيكون عندك واحد العنوان وغيكون عندك الفورم تحت منه، وقال لك انشئ واحد الخط يفصل بينهم. قال لك انشئ فورم تحتوي على اربعة حقول ادخال، وكل حقل ادخال يتميز بعنوان. يعني شنو يعني شنو كيعني انه كيتميز بعنوان؟ بحال المثال ديال المخبزه اللي فايتنا شرحنا، يعني كل مخبزه عندها واحد البلاكه. قال لك الحقل الاول عباره عن فيرست نيم، يعني الاسم الاول، والحقل الثاني عباره عن لاست نيم، يعني الاسم الاخير، والحقل الثالث عباره عن باسورد، عباره عن ايميل يا ربي، على الحقل الرابع عباره عن باسورد. شنو كيعني هو بالحقل؟ يعني الانبوت. قال لك ثم انشئ سر لارسال المعلومات. حنا شنو عرفنا؟ اشنا هو الانبوت اللي كيتكلف بانه يصيفط لنا المعلومات ديال الباك اند، هو الانبوت اللي طيب جالو سابميت، وهادشي شفناه. وقال لك ملاحظه، يجب على المعلومات الا تظهر في الرابط، يعني ان تكون محجوبه، يعني دوك المعلومات اللي انت صيفطت للباك اند انهم ما يبانوش عندك انت في اللينك او في اليو ار ال ديالك، يعني انهم ما يبانوش، يعني يكونوا مستورين. وحنا تعلمنا شنو تعلمنا في ذاك الدرس اللي فات؟ قلنا انه عندنا جوج انواع ديال الميثود، عندنا الجيت وعندنا البوست. الجيت قلنا انه المعلومات ديالنا كيبانوا في سميتو، تيبانوا في اليو ار ال، ولكن البوست ما كيخليش المعلومات ديالنا يبانوا في اليو ار ال ديالنا. مزيان، اش نبداو التمرين بشويه. قال لك انشئ واحد عنوان، ما قالش لينا واش اتش 1 اتش 2، يعني اللي عجبك. قال لك عنوان مائل، حنا شنو تعلمنا؟ اشنا هما الطاقات باش كنديرو ايطاليك، يا اما او ام يا اما اي. مزيان، اجي نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا غادي نمشيو هنا، غادي نقول مثلا واحد اتش 1، ها انتم غادي نقول واحد اتش 1، نقول واحد اتش 1. قال لك في الداخل ديالو، يعني في الداخل ديالو، يعني هو عباره عن عنوان مائل، يعني ضروري خصنا نجيو الطاق اللي سميتو او ام. قلت لكم من الاحسن انكم تبداو تخدموا ب او ام. مزيان، قال لك اش بتكتب فيه؟ ها انتم ذيس از ماي فون. نمشيو نجيو هكا، مزيان، ونحطوها هنا ونجيو السيف، ونمشيو للبراوزر ديالنا ونلاحظوا اش عندنا. ها انتم عبارة عن عنوان مائل. مزيان، يعني هذا كان هو أول حاجة طلب منها طلبها مني في التمرين ديالي. قال لك ثم أنشئ خط يفصل بين العنوان والفورم. حنا دابا عندنا عنوان، يعني خص ضروري يكون تحت منه واحد الخط. واش تحت منه شي حاجة؟ يعني كيفصل بين هاد الحاجة وبين هاد الحاجة. شنو هو الطاق اللي قلنا أنه كيجي لينا خط؟ هو الـ HR اللي فايت لينا تعلمنا. يعني غادي نمشيو لهنايا، غادي نزيدو تحت منه واحد الـ HR. حنا غادي نمشيو. مزيان، باش نمشيو تاني نجيو ريفريش ونلاحظو، ها انتوما زاد لينا خط تحت منه. مزيان، هنا اش قال لك؟ قال لك انشئ فورم. ها انتوما غادي نمشيو دقة دقة، غادي نمشيو نشئو واحد الفورم. مزيان، هاد الاكشن. مزيان، غادي نمشيو لهنا. قال لك هما في هاد الفورم تحتوي على أربعة حقول إدخال، وكل حقل إدخال يتميز بعنوان. يعني عندك أربعة الإنبوتس، ها انتوما عندك أربعة الإنبوتس، وكل انبوت عنده بلاكة ديالو اللي هي عبارة عن ليبل، اش شرحناه في الدروس ديالنا. مزيان، غادي نمشيو، غادي نمشيو هنايا، غادي نديرو واحد الديف. الديف كل ديف غادي نحطو فيه انبوت وليبل ديالو. مزيان، عندك الليبل، ها انتو الليبل، قال لك عندك الليبل. أول حاجة، أول حاجة عندنا، ها انتوما، قال لك الفيرست نيم، ها انتوما عندنا الفيرست نيم، باش نكتبوها كاع كبيرة، فيرست نعم. مزيان، وقال لك انه عندك انبوت الاول عباره عن تيكست. انتما ما طلب مني والو، عباره عن تيكست. مزيان، انتما انبوت عادي عباره عن تيكست، ولكن الا جيتي كملتي التمرين حتى الاخر غيقول لك لارسال المعلومات. ثم انشئ زر لارسال المعلومات. حنايا شنو قلنا؟ انه باش هاد السابميت اجي خدمته اشنو خصك تجي نتايا؟ شنو قلنا في الدروس السابقه؟ انه كل
ان بوت خصك تعطيه واحد النيم، يعني كما فات لي شرحت قلت تخيل معايا عندك 14 وباش تعيط على كل واحد فيهم، باش غادي تعيط على كل واحد فيهم؟ يعني كل واحد عنده سميه كتميزه على الاخر، يعني الا عيطت على ماجي ماشي هي اللي عيطت على عماد، ماشي هي اللي عيطت على محمد، يعني هادشي اللي خصك تجي انت لهاد الانبوت باش انه يصيف الداتا تاعك من بعد علامه الاستفهام في اليو ار ال، خصك تعطيه كل واحد النيم ديالو، يعني هاد النيم كنكتب فيه اللي عجبك. انتما غادي نمشي لهنايا غادي نقول ليه النيم، النيم مثلا نقول ليه مثلا اف نيم، مثلا فيرست نيم يعني اختصار ديال اف نيم، انتما نقول ليه اف ماشي، انتما اف نيم مزيان بكل سهوله. غادي نجي نكوبي هذا، قلنا ان هو عندنا 4، انتما عندنا الثاني عندنا الثالث وعندنا الرابع، ودابا اجي نشوف واش طلبوا منا. قال لك الثاني عباره على لاست نيم، يعني حتى هو غادي يكون عباره على لاست نيم، انتما لاست نيم غادي يمشي يبدل النيم ديالو. انتما هنا جوج نقاط باش نزيد تو تيكو، هنا جوج نقاط، هنا يا ال نيم، انتما هنا يا ال نيم، ال نيم قال لك الثالث عبارة عن ايميل، وحنا عرفنا انه عندنا انبوت تايب ديالو عبارة عن ايميل، يعني غادي نجي لهنا غادي نبدل هذا بايميل مزيان، وغادي نجي نقول هنا ايميل جوج نقاط، غادي نمسح هذا النيم. قال لك عباره عن باسورد، حنا تعلمنا انه عندنا واحد الانبوت، عندنا واحد الانبوت طيب جالو باسورد مزيان، غادي نمشيو لهنايا غادي نقولو هنايا باس اختصار ديال الباسورد، وغادي نمشي نبدلو غادي نقول ليه باسورد انتما بكل سهوله، وغادي نجي لهنايا وغادي نقول ليه باسورد ديالو مزيان. لحد الان كلشي هو هذا، انا غادي نمشيو هكا غادي نجيو السيف، غادي نمشيو نلاحظو اش عندنا هنايا يعني. هانتوما كما كتلاحظوا انه عندنا تاع الفيرست نيم لاست نيم ايميل باسورد، تخيل معايا بلي نزيد واحد المسافه بين هادو، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي وحده كلها تحت واحد، وغادي نجي حداها بي ار، هانتوما بي ار احنا تاني ميكسي، ودابا كاع داكشي تعلمنا هانتوما بي ار مزيان، غادي نمشيو هنايا تحت هذا حتى هو بي ار مزيان، نديرو تاني ريفريش ونلاحظو هانتوما ايميل لاست نيم، هانتوما فيرست نيم لاست نيم ايميل باسورد. اجي نشوفو نكملو التمرين ديالنا. قال لك انتوما انشي زر لارسال المعلومات، حنا شنو تعلمنا؟ هو انه عندنا واحد الانبوت طيب ديالو اش سابميت، وهذا السابميت اشنا هو الضوء ديالو؟ هو ارسال المعلومات. ها انتم غادي نمشيو لهنايا غادي نقول له واحد الانبوت مزيان طيب ديالو اش سابميت، مثلا الفاليو ما غنخليو نخليوه هنا سابميت، ما عندنا ما نجيرو فيه ما طلبوش منا، خليوه هنا سابميت ما نبدلوه ما والو مزيان، ها هو السابميت ديالنا مزيان. حنا شنو هي الحاجه باش نحميو راسنا انه اليوزر ما يخليش لينا هادو خاويين؟ شنو غادي نديرو؟ اش قلنا؟ عندنا واحد الخاصيه اللي سميتها اش، اللي سميتها الريكوايرد، يعني باش ان اليوزر ما يخليش لينا الانبوتس ديالنا حنايا خاويين، يعني انتما من زيد حداهم كاملين الريكوايرد، يعني اجباري، يعني ما تخليهش خاوي مزيان. شنو قال لنا ثاني؟ قال لك ملاحظه يجب على المعلومات الا تظهر في الرابط، يعني ان تكون محجوبه. يعني شنو تعلمنا حنايا؟ تعلمنا انه عندنا جوج الانواع ديال الميثود، وهذا الميثود فين قلنا اننا كنمروها في وسط الفورم، وعندنا جوج الانواع ديال الميثود، عندنا جيت انتوما عندنا جيت وعندنا بوست، اشنو هو الفرق بيناتهم؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟ شنو هو؟ خصك دغيا تجاوبني. الفرق بيناتهم هو ان بوست ما كتخليش المعلومات ديالنا يبانوا في اليو ار ان، لقيت كتقول لي يبانوا ما تهمش، يعني قال يجب على المعلومات ان تظهر في الرابط، يعني ان تكون محجوبه، يعني شنو هي بتخدم؟ بلا نخدمو بوست مزيان. يعني غادي نمشيو للفورم ديالنا، فين هي الفورم؟ ها هي، غادي نجيو هنايا نمشيو للفورم مزيان، ونقولو ليه الميثود، ها انتما ميثود يساوي بوست، غادي نجيو السيف، غادي نمشيو نتفرجو دابا اش غادي يطرى عندنا هنايا، غادي نجيو الانسبكت ديالنا باش نشوفو المعلومات ديالنا كيما تعلمنا، قلنا كتدخل النيتورك وكتمشي كتشوف المعلومات ديالك. اجي نشوف ما نسينا شي حاجه في التمارين، لحد الان ما نسينا والو، يعني وصلنا الملاحظه هي اخر حاجه مزيان. دابا اجي تخيل معايا سميتي انايا الاولى مثلا، يعني السميه ديالك هي احمد، وكنيتك هي لاست نيم هي مثلا علي، ومثلا عندك واحد الايميل ها انتم اللي هو عباره عن هذا مزيان، ونقول لي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وندير سابميت تاعي. اجي نشوف دابا صيفط لينا الداتا ولا لا، اجي نمشيو للنيتورك مزيان، نمشيو للنيتورك مزيان، نمشيو عند، اجي نصغرو هنايا، نمشيو عند الاندكس دوت اتش ام ال، هانتوما ها هما المعلومات ديالي كما كتلاحظوا، انه عباره عن احمد في الفيرست نيم لاست نيم، عباره عن علي ايميل يساوي هذا @gmail.com. تخيل معايا ان اليوزر خلى لنا شي حاجه خاويه هنايا، هانتوما غادي يقول لي اودي راه خلي شي حاجه هنا خاويه هانتوما،
يقول لي ما يمكنش تدوز، خصك تتعمر. هانتوما تخيل معايا اليوزر عمر هاجي وجاتني، هانتوما يعني مراقبه، تخيل معايا جا هنايا وبغى يتحايل عليا، وقال لك تبدل كلشي وبغى يتحايل عليا هنايا، يعني بغى يقلبني ما يكتبش لي اروباس. هانتوما يعني الفوم حاط جا معاه، تقول لي لا وان سنتيمنتس قلو معاك انايا، يعني داير خدمتها. هانتوما عبدو مثلا سابميت، هانتوما كما كتلاحظوا غنمشيو للاندكس هنايا، غادي تلاحظ انه عندنا المعلومات ديالنا احمد علي هنايا روباس جمال دوت كوم، دار لنا ريفريش سميتو خوالينا، يعني دار لنا تفريغ للحقول الادخال من هادشي اللي فيها، وبهكا كنكونوا سالينا التمرين ديالنا. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر اللي غادي نكملوا فيهم الانواع ديال الانبوت. علاش انا درت هاد التمرين هنايا؟ باش اننا نعزو المعارف اللي عندنا، يعني ماشي نبقاو تنعمرو 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 وما عرفناش كيفاش نخدموهم. دابا التمرين شامل وكيجمع كاع داكشي اللي تعلمنا لحد الان، وشي اللي جينا نكملو سميتو الانواع ديال الانبوت الاخرين يجيك داكشي عادي، يعني هادشي صافي عرفتي تخدم به. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.